رأيك أنت ربما في الموقف الأمريكي ترى أنه ربما حتى الموقف الدولي بصفة عامة ترى أنها مؤثرة على الرئيس قيس سعيد، ربما تسمح ربما بعودة المسار الديمقراطي خاصة في غياب الفاعل المحلي؟ ما عادش عندنا فاعلين، كأن طبعنا مع ما حدث يوم 25 جويلية. بالنسبة لي سي عامر، ربما كلامك يحتاج لشوية إعادة صياغة. مش ما عندناش، خليني باش نحكي بالدارجه لهنا، ربما باش توصل المعلومه بطريقه افضل. نعم. مش ما عندناش فاعلين محليين، ما عندناش فاعلين محليين مستقلين. وانا بصدق مرات والله نضحك وقت اللي واحد يقول لي سياسي او الاتحاد العام التونسي للشغل او اي حزب او اي مثقف يقول لك انا نرفض التدخلات الخارجيه في تونس، او انا مع استقلاليه القرار التونسي. في النهايه ثم زوز مغالطات. تونس ليس لها أي مقوم من مقومات السيادة، لك توكل في روحك، لك تشرف في روحك، لك تلبس في روحك، لك تداوي في روحك، لك تخلص في روحك، ومن بعد تحكي على أنك ضد التدخلات الخارجية. باش تكون ضد التدخلات الخارجية يلزمك أولا تكتسب مقومات السيادة باش نجم تعمل قرار وطني. المغالطة الثانية هي أنه أغلب الناس اللي ضد تدخل محور معين أو أطراف معينة مع تدخلات أخرى، يعني رفض التدخل ليس رفضا مبدئيا، وذي من انتهازية النخب أو من تلبيس متاح على الوعي متاع المواطن. يعني أنا مثلا ضد تدخل الإمارات والسعودية في تونس كني مع قطر وتركيا، أنا مع ضد تدخل قطر وتركيا كني مع كذا كذا، أنا مع التدخل الأمريكي توا والبارح ضده. مثلا توا التدخل الامريكي اذا كان باش يكون لارجاع الديمقراطيه او الديمقراطيه التمثيليه او المؤسسات بالشكل القديم، ثم برشا ناس مثلا باش يرفضوه، لكن الناس هذوما كانوا مع التدخل الامريكي في الشان التونسي وقت اللي ممكن امريكا باش تعتبر الاخوان او تصنف الاخوان حركات ارهابيه. يعني هذا نفاق، هذه ازدواجيه معايير، هذه انفصام اصلا في الشخصيه. بالنسبه للتدخل الامريكي، امريكا ستحاول ان تحافظ على مصالحها، لا حبا في الاسلاميين ولا حبا في الديمقراطيه. يعني اذا كان قيس سعيد قادر ان يقدم لها ضمانات تتعلق بضمان مصالحها الاستراتيجيه في تونس، سوف تدعم الديمقراطيه المجالسيه. اذا كان التمثل الامريكي او الفهم الامريكي الواقع التونسي ينفي هذه الفرضيه، فسوف تفرض على قيس سعيد او غيره ان يستعيد الديمقراطيه بالشكل التمثيلي او يستعيد المؤسسات. يعني امريكا تحكمها المصالح ولا تحكمها المبادئ، امريكا لا تحكمها الرغبه في حمايه الديمقراطيه وحقوق الانسان او حمايه التجربه التونسيه والاستثناء التونسي، كلها خرافات. الحقيقه امريكا ستحكمها مصالحها، وممكن صديقنا احمد كتب برشا في المساله هذه. يعني امريكا تتحرك باش تضرب الوجود الروسي، باش تضرب الوجود الصيني، مش في تونس بارك، في افريقيا. يعني امريكا ستحركها مصالحها الاستراتيجيه، قد تتطابق هذه المصالح. انا ليس لي اي علم بمضامين المحادثات بين الوفد الامريكي والوفد ورئاسه الجمهوريه، لكن ثم اشكال اكبر من هذا. هو الاكيد عاد لانه نعرفوا من بيان وزاره الخارجيه الامريكيه، لانه عاده يتناقضوا البلاغات ممكن الخارجيه. ممكن ثم جوانب اخرى. المشكل في تونس توا هو سلبيه كل الفاعلين الجماعيين. الناس كلها تستنى في السي قيس سعيد رئيس الجمهوريه باش يعطي خارطه الطريق، الناس الكل تستنى في الاستاذ قيس سعيد باش يعطينا ضمانات. إذا كان أنت ما فيكش ما عندكش القدرة أنك تكون شريك أو تفرض الضمانات، قوة اقتراح زادك، وتكون فعلا كما قال هنا باب قوة اقتراح، يعني سلبية مقيتة فعلا. أغلب النخب، أغلب الأحزاب، سواء الأحزاب التي تنتمي للحزام السياسي للرئيس، يعني الجبهة الرئاسية أو غيرها، في وضعية سلبية بائسة جدا. وبالطبع منطق السياسة ما فيهوش أخلاقيات. قيس سعيد سيوظف منطق القوة نتاعو. حكيت قبل على حكاية الشرعية. قيس سعيد توا من معناها ينجم يمشي في فرض استفتاء على محاور معينه وهو في موقع قوه. نعم. يعني نجم يمشي لفرض يمشي في التوجه بطبيعه مش باش يخرج على اطار الشرعيه، وهو المرجع على الاقل حسب قراءتي انا الشخصيه. لا حسب قراءته هو الشرعيه. لن يخرج عن الاليات التقليديه. نعم. من الصعب ان يمرر مشاريع القوانين على مجلس النواب، لكن الاغلب انه سيذهب بها الى الاستفتاء الشعبي العام، وهو الان في موقع قوه. قد يفرض
الديمقراطية المجالسية، والمؤكد أنه سيفرض النظام الرئاسي، لكن ما هو موقف باقي الأطراف سواء من خصومه أو من المتحالفين معه تلك مسألة أخرى.